إذا هون أحد الأشياء رح نعتمد عليها الـ conservation of mass. فمثلا هون عندي ايش وين الـ conservation of mass رح يبين معي هون؟ ايش داخل عندي؟ ايه تمام W1 مش هيك؟ هلا لازم اشترط هون انه رو متساوي لكل لانه في رح يدخل معي دي من هون فرح نفترض افتراض اساسي هون انه رو لاي وبي ولكل الميكسترز من هون كلها رو كونستنت فايش داخل عندي؟ فما دام في هون دي في على دي تي اذا فرضنا هون انه دي في على دي تي بتساوي زيرو اذا رح يكون عندي W1 زائد W2 تتساوي W. إذا هذا مش صحيح طبعا بدي أحط القانون الصحيح، يعني بدي أقول إذا هذا القانون مش صحيح من هون راح يكون عندي دي في على دي تي لازم أضربها برو، ليش لازم أضربها برو؟ ماس تصير ماس مضبوطة الإشارة هون تأكدوا لي الإشارة هون مضبوطة. الإشارة هون هذا السالب وهذا موجب وهذا موجب. فمعناها إذا كان دي في على دي تي بوزيتيف إيش رح يصير؟ إيش عماله بيصير بالتانك بالفوليوم؟ عم بيزيد. إذا بيزيد رح يزيد بسبب W1 و W2 مضبوط فالإشارة هون صحيحة ما بدها عكس من هون. ما رح تكون W ماينس W1 W2. فمعناها هاي هلا هاي عبارة عن conservation of mass مش مضبوط؟ حولناها كلها اليونتس تبعتها لازم تكون اليونتس على الجهه هاي هي نفس اليونتس على الجهه هاي اليونتس هي كيوبيك متر كيلوغرامز بير احنا راح نستخدم في الحاله هاي اظن كيلوغرامز بير مينيت بهذا المثال كيلوغرامز بير مينيت الكي ايش لازم تكون سمول كي اذا هاي اليونتس عندي هون على الجهتين هي كيلوغرامز بير مينيت وهي كمان كيلوغرامز بير مينيت مش هيك لانه دي في على دي تي وحدتها كيوبيك مترز بير مينيت وعم نضربها في كيلوغرام بير عم تتحول لكيلوغرام بير مينيت هذا هون المبدا اللي حطيناه هو كونزرفيشن اوف ماس هلا القانون الثاني رح نستخدمه رح اقول انه الميكستر تبع ايه نسبه ايه في هذا المحلول سببها من وين جاي؟ الكومبوننت ايه؟ تركيزه هون وتركيزه هون مش هيك؟ هلا اكس هو عباره عن ايش؟ اكس 1 واكس 2 واكس عباره عن ايش؟ رقم ايش اليونتس تبعته؟ اكس فكروا مضبوط قبل ما تجاوبوا، ايش اكس وحدتها؟ دايمنشنلس تمام اذا هذه عباره عن رقم راح يكون من 0 ل 1 او من 0 ل 100 ل 100% مضبوط؟ هذا إذا ضربته الآن x1 في w1 شو بعطيني؟ x1 في w1 شو بحكي لي؟ كمية L اللي داخلة من المصدر هذاك مظبوط؟ وإذا ضربت x2 في w2 شو بتعطيني؟ كمية L اللي جاي من هون، بس هاي لازم تكون مساوية at steady state conditions رح تساوي x في w. إذا هون رح نستعمل رح نبدأ نستعمل إشي هون المفروض أنا حطيت أو خليني أكملها هلا من هون. إذا راح أقول إنه x1 steady state value w1 steady state value زائد x2 هذا هون component A هذا بس بيحكي عن component A x1 steady state value أو average value في w1 زائد x2 في w2 راح يساوي x في w2 أوكي وهي معادلة مهمة من هون صار عندي رو من هناك هلا هذول المعادلتين راح نعالجهم بحيث اني اطلع بدي اجاوب السؤال اقول ايش لازم احط قيمة W2 بحيث انه يتحقق عندي X في الأوتبوت